أهلا بكم في حلقة جديدة من بتوقيت مصر. وفيها السيسي يعلن تمديد حالة الطوارئ وسط ملاحظات حقوقية، ونناقش تداعيات أزمة كورونا على المراهقين، تقرير حكومي يرصد مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في دراما رمضان، وأخيرا كيف يتعامل المصريون مع طقوسهم الدينية في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي. تابعونا. أهلا بكم. قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تعيشها مصر، حسب ما نشر في الجريدة الرسمية مساء أمس. ويعتبر هذا التمديد هو 12 منذ إعلان الطوارئ في شهر إبريل من العام 2017 عقب تفجير كنيستين، فيما اقترح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تعديلات على بعض مواد قانون الطوارئ حتى لا يحدث تناقض بين القانون ونصوص الدستور، وبين حماية النظام العام والصحة العامة، وبين احترام حقوق الإنسان. عبر الهاتف انضم إلينا من القاهرة الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. دكتور حافظ برحب بيك، يا ريت لو حضرتك تكلمنا أكتر عن هذه المواد المقترح تعديلها والدافع وراء هذا التعديل. مساء الخير أستاذ تامر. في الحقيقة في قبل فرض حالة الطوارئ، وعايز أفرق بين فرض حالة الطوارئ وقانون الطوارئ. قانون الطوارئ قانون صادر عن مجلس الشعب وموجود ومن سنة رقم 162 من سنة 56 لغاية دلوقتي، هو قائم سنة 58 لغاية دلوقتي وهو مستمر، ولكن حصل عليه بعض التعديلات. أهم حاجة في هذا القانون كان بيعطي صلاحيات رئيس الجمهورية للقبض والاعتقال والاحتجاز بقرار إداري من وزير الداخلية. هذه المادة هي المادة 3 مقرر من قانون 162، حكم بعدم دستوريتها في المحكمة الدستورية المصرية سنة 2012، وبالتالي لا يمكن أي تعديل أنه يضيف هذه المادة مرة أخرى. لكن التعديل اللي كان مقترح وموجود في البرلمان كان متضمن هذه المادة، ومتضمن أيضا مادة أخرى بتعطي تشكيل مشترك لمحكمة ما بين قضاة مدنيين وقضاة عسكريين تكون مسؤولة عن قضايا التي الخاصة بتطبيق قانون الطوارئ. وبالتالي ده أيضا يتناقض مع الدستور المادة 204، لأنه اللي عاملة اختصاص للمحاكم العسكرية وبدأه بأنه لا يجوز محاكمة مدنيين أمام قضاء العسكر. وبالتالي فهو اختصاص أصيل للمحاكم المدنية، حتى لو اديناها انها تبقى محاكم امن دولة، لكن تظل محاكم مدنية وقضاة مدنيين. اما المادة ما اضيف في الفقرة للمادة 3 من حوالي 17 مادة او بند، هذه تتعلق بالاجراءات التي يجب ان تقوم بها الحكومة في حالات الطوارئ الخاصة بها. يعني كان القانون خاص بالحالات الطوارئ الخاصة ب حالة الحرب، حالة الخطر الأمني وهكذا، إنما أضيف إليها المسائل اللي الحكومة تقريبا خدتها إجرائية في الفترة اللي فاتت، زي تعطيل العمل بالمصانع وبالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وغلق المحلات، و يعني السماح للأقسام الطبية بالحركة في مناطق وقت حظر التجول، التخفيضات الضريبية اللي اتعملت لبعض الجهات، المنح المالية اللي قدمت لبعض المواطنين، كل الإجراءات دي، القرارات الخاصة بالمعاملات داخل البنوك، كل القرارات اللي الحكومة بتاخدها ما كانش فيها أصل قانون. الآن أصبح لها أصل قانوني بالتعديل المقترح على قانون الطوارئ. يعني حضرتك مش ضد التعديل من حيث المبدا، لانه زي ما حضرتك اشرت حتى في المقال ما في انه حتى الاعراف الدوليه بتسمح للحكومات ان هي تاخد اجراءات استثنائيه في حالات الطوارئ اللي من بينها الاوبئه، لكن حضرتك عندك اعتراض على النقطتين او الثلاث نقط دول بس. لانه ايوه، يعني يجوز للحكومه وفقا للعهد الدولي للحكومه الدينيه والسياسيه ان هي تتخذ اجراءات وتدابير لحمايه الامن العام والنظام العام والصحه العامه. صحيح، انما في اسس خاصه
في بحقوق الانسان زي الحق في سلامه البدن وعدم التعدي، زي الحق في المحاكمه العادله والمنصفه. وبالتالي يعني انه عدم جواز القبض على اي شخص الا باذن السلطات القضائيه وبموجب تحقيق تقرير النيابه، ده ملوش علاقه بقضيه الاعتقال، لان يعني الاعتقال بموجب الدستور المصري اصبح محظور. وبالتالي دي ثلاث نقط اساسيه انا حريص على انه المشرع وهو يعدل الا يقع في هذه التناقضات مع الدستور المصري. طيب هل حضرتك يا دكتور ارسلت هذه الملاحظات للبرلمان للمجلس القومي لحقوق الانسان عشان تاخد مساراتها الشرعيه كواحد من اعضاء المجلس؟ يعني هل اكتفيت بالمقال او بتوضيحها للراي العام ولا هتاخد خطوه ابعد من ذلك؟ لا، دي كانت المجلس القومي لحقوق الانسان طرح عليه هذا القانون لمناقشته. المجلس شكل لجنه كنت انا فيها والمستشار منصف سليمان باعتبارنا في اللجنه التشريعيه في مجلس القومي لحقوق الانسان، وعملنا تعديلات بهذا الشكل وقدمناها ايضا باسم المجلس القومي لحقوق الانسان للبرلمان المصري. لكن طبعا بحكم صلاحيات المجلس يتبقى استشارية، يعني أفكار استشارية، ما فيش أي إلزام للبرلمان أو الحكومة أنه تتبع هذه أو يعني تستجيب لهذه الملاحظة. لا، البرلمان عنده صلاحية طبعا مطلقة، لكن أنا إحنا أشرنا لرقم الحكم الدستورية اللي لا يجوز في كل الأحوال أنك تعمل تعديل يتضمنوه. اظن ان هم خدوا بالراي ده بالتحديد فيما يخص حتى في حالات الطوارئ. يا دكتور يا حضرتك بتتكلم على تناقضات بين القانون وبين الدستور، ما ممكن يقال انه ده وضع استثنائي فممكن نتجاوز فيه هذه النقطه؟ ما هي المحكمه الدستوريه قالت كده، المحكمه الدستوريه قالت انه في حالات الطوارئ يجب الحكومه ان تاخذ اجراءات، انما القبض على الاشخاص دي صلاحيه للنيابه العامه لا يجوز ان احنا نتجاوزها باي شكل من الاشكال. وكان في رغبه في او يعني الكلام اللي كان داير في البرلمان رفضت فيها انه عايزين ياخدوا اجراءات شديده على من يروج شائعات، على من ينشر اخبار خاطئه عن الوباء، يعني ده كان وجهه النظر اللي كانت موجوده في البرلمان. لا، ما هو في ده تشريع قانوني، هو تشريع القانون بضابط قوانين للتجريم ماشي، انما فيظل في الاخر لازم عنده معيارين، معيار التناسب بين الجريمه والعقوبه والالتزام بحريه الراي والتعبير، ما يبقاش ويكون كمان عن طريق النيابه العامه، عن طريق النيابه وعن طريق الجهات القضائيه مش باوامر اداريه او غيره. ايوه بالظبط، باوامر اداريه، ده الفيصل اللي المحكمه الدستوريه وضعته فيما يخص الاجراءات التي تتم اثناء حاله الطوارئ. تمام، وضحت الصوره، بشكرك شكرا جزيلا الدكتور حافظ ابو سعد رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان. معروف طبعا انه شهر رمضان جاء في اجواء استثنائيه، لكن ده ما يمنعش ابدا انه العاده المصريه الاصيله اللي تمتد لمئات السنين وهي تعليق الزينه في شوارع القاهره. تعالوا نشوف بعض المشاهد من هذه الطقوس. مش تعليق زينة بس، زي ما شفنا ناس بتصلي كمان الجماعات في الشوارع وفوق الأسطح، وده في كلام مهم هنتكلم فيه كمان شوية. لكن اليوم أيضا أعلنت وزارة الصحة تسجيل أعلى حصيلة يومية من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 266 إصابة بالفيروس بالإضافة إلى وفاة 22 شخصا. وكشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة أن 17 حالة من حالات الوفاة اللي جرت اليوم وأمس بإجمالي 42 حالة توفوا قبل الوصول للمستشفيات، وهذه هي النقطة التي أشارت إليها أيضا من قبل منظمة الصحة العالمية. من جهة أخرى، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا بمديري مستشفيات العزل عبر تقنية الفيديو كونفرنس وطلب توفير كافة احتياجاتها وتطبيق بروتوكول العلاج المحدث وأعلى طرق مكافحة العدوى وأيضا تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى المواطنين حول الفيروس.
أيضا في سياق التداعيات النفسية لفيروس كورونا، قالت الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة إن الأطفال والمراهقين هم الأكثر تضررا من فرض الحجر الصحي بسبب كورونا. الأمانة استقبلت نحو 800 استفسار عبر الخط الساخن لتقديم الدعم النفسي للأزمة منذ تفعيله مطلع أبريل الجاري. معنا أيضا مقطع التوعوي من الأمانة العامة للصحة النفسية عن طريقة تعامل الأسرة مع الأطفال بوجه خاص للتغلب على المخاوف والقلق السائد والذي تزايد في الفترة الأخيرة في ظل أزمة كورونا. هنتكلم في الفيديو ده عن حاجة كل الناس متأثرة بيها وهي القلق. الفترة دي ناس كتيرة قوي قلقانة وطبيعي ان اولادهم كمان قلقانين، وانا لو ابني اصلا بطبعه قلقه او بيعاني من اضطراب القلق فمتوقع ان الاعراض هتزيد الفترة دي. طيب ايه هو الاعراض او ايه هو رد الفعل الطبيعي اللي احنا متوقعينه الفترة دي؟ نشوف. هنلاحظ ان الاولاد شوية اختلفوا، يعني ممكن نلاحظ ان ابني ابتدى يبقى زنان زيادة، لازق فيا زيادة، ابتدى اكله يتلخبط، يعني ابتدى ياكل زيادة او ابتدى ياكل اقل من الطبيعي. كمان النوم ممكن نلاحظ ان هو متأثر، يعني مثلا ابتدى ينام كتير قوي، ابتدى ينام قليل، ابتدى ينام متقطع، ابتدى يبقى فيه كوابيس في النوم. كل ده طبيعي جدا في الفترة الحالية. كمان الخوف ممكن نلاحظ انه ابتدى يخاف من حاجات ما كانش بيخاف منها، او ان هو ابتدى يخاف زيادة، رد فعله بقى زيادة، ابتدى يعمل حاجات كان بطل يعملها. يعني مثلا ابني خلاص كان ابتدى يتحكم في البول والبراز كويس جدا، فجأة ابتدى يبقى فيه تبول لا ارادي، ابتدى يرجع تاني يمص صباعه، برضو ده ممكن يبقى طبيعي في الفترة الحالية. كمان ممكن نلاحظ ان حركته زادت شوية جوه البيت، ابتدى يسأل كتير، ابتدى يغضب كتير او يتعصب كتير. كمان ممكن نلاحظ انه ابتدى يعيط كتير، وده برضو ممكن يبقى طبيعي في الفترة الحالية كرد فعل للخوف اللي هو حاسس بيه دلوقتي. طيب هنعمل ايه مع ده؟ اول حاجة واهم حاجة يا جماعة، انا مش هقدر اساعد اولادي من غير ما اساعد نفسي، لازم اساعد نفسي واحافظ على صحتي النفسية. ابسط حاجة ان انا اعمل روتين ليومي بشكل صحي، يعني احافظ على نومي، انام بشكل كافي، احافظ على الاكل الصحي، احافظ على اني اعمل حاجات ممتعة في اليوم بتاعي، وممكن نعملها كلنا مع بعض كأسرة طالما ان احنا كلنا قاعدين مع بعض. كمان مهم قوي ان انا اقلل المتابعة اللي طول الوقت للاخبار، سواء بقى عن طريق التلفزيون، السوشيال ميديا، لان ده بشكل او باخر بيخلينا قلقانين اكتر. ولو انا عايز اتابع اخلي بالي ان ابني ما يتابعش معايا، يعني ادخل اوضه بعيد، ما يبقاش هو قاعد سامع انا بسمع ايه او بقول ايه، لان ده بيخليهم يشعروا بالقلق زياده. كمان نحاول ما نتكلمش عن المرض والموت، نتكلم اكتر عن صحتنا. يعني ايه؟ يعني هقول له احنا هنقعد في البيت وهنغسل ايدينا عشان صحتنا، مش هقول له اغسل ايدك عشان ما يجيلكش المرض وتموت. لازم الطريقه تبقى بوزيتيف. نرحب عبر الهاتف بالدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر. والحقيقة أن الأمانة العامة للصحة النفسية عاملة مجهود كبير جدا من بداية أزمة كورونا، وفيديوهات بتنشر باستمرار يا دكتور، وده وقت مهم جدا لأن الأمانة تقوم بدور في هذا الأمر، خصوصا فيما يتعلق بطريقة التعامل مع الأطفال مع المراهقين اللي هم الأكثر تضررا من هذه الأزمة. تمام. هو يعني الفكرة أنه النشاط اكتر، يعني فئه بتبقى حابه للنشاط والخروج والدخول وانها تطلع بره الحدود بتاعه البيت، بتبقى هم فئه الاطفال والمراهقين، فبيبقى لينا عليهم حرص شديد جدا لان هم الاكثر عرضه للاصابه، وبالتالي بيبقى المهم جدا الحفاظ عليهم بوضع قواعد للتعامل مع الحرص على حياتهم وعلى عدم اصابتهم بالمرض. فالامانه بتبقى حريصه جدا في الاهتمام بانه الاطفال والمراهقين لا يصابوا مبدئيا بالمرض. علشان هم ده المستقبل بتاع البلد بوجه عام يعني. ده فيما يتعلق باصابتهم بقى بالمرض، لكن ممكن وان شاء الله نتمنى انهم لا يصابوا، لكن في اثار نفسيه لده زي ما حضرتك قلت ان الاطفال واخدين ان هم يخرجوا يلعبوا في الشارع، ان هم يخرجوا يقابلوا اصحابهم المراهقين، واخدين يطلعوا يقعدوا على كافيهات او يقابلوا اصحابهم او غيره، كل ده ما عادش موجود. ازاي اقدر اعوض هذا الفرق اللي حدث ما بين قبل الازمه وبعدها بحيث لا يتاثروا نفسيا؟
هي الفكرة بتبقى النشاط داخل الأسرة. الأسرة بيبقى عليها عامل كبير جدا في إن هي يبقى عندها القدرة على استيعاب إنها تبقى عاملة نشاط جوه البيت. يعني مثلا في نشاط إحنا بنعمله جوه الأسرة عندنا، مثلا إن إحنا بنطلع مع بعض على أحد الكتب ونقراها مع بعض، بنمارس بعض الرياضة في وقت إحنا قاعدين فيه وقت الحظر. ممكن جدا إن إحنا يبقى عندنا تزاور مع باقي أفراد العائلات عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي. فالنشاطات اللي ممكن نعملها إن إحنا نشوف حاجة مثلا فنية ونعلق عليها. فأنت بتحاول طول الوقت تلعب مع الأولاد أو المراهقين، وأنا متهيألي إنها فرصة، لأنها الكبار طول الوقت بنبقى إحنا مشغولين جدا بالعمل بتاعنا طول الليل، ومحدش فاضي لأولادنا أو لأحفادنا. فهي جت فرصة إن إحنا نتقرب إليهم ونعمل رابطة بيننا وبينهم في الوقت الحالي. بس يا دكتور، أكيد حضرتك عارف وكتير من أولادنا والأطفال تحديدا مهتمين جدا في الفترة دي أو بشكل عام بأنهم يلعبوا بالآيباد، بالتابلت، بالتكنولوجيا الحديثة، وأحيانا الآباء والأمهات بيستسهلوا ده ما داموا مش عاملين دوشة، خلاص خليهم قاعدين ممكن يقعدوا بالخمس والست ساعات محدش أصلا ياخد باله منهم، خصوصا في وقت زي ده. آثار ده السلبية ممكن يكون إيه، وهل ده خيار جيد ومناسب للأطفال ولا لأ؟ ما هو ده إذا كان حاصل فعلا فيما قبل المشكلة بتاعت الحظر التجوال اللي هو موجود عندنا دلوقتي. لكن بما إنها فرصة إحنا كلنا اتحطينا في مكان محدد، فإيه رأيكم إن إحنا نعمل نشاط مختلف؟ معنى لو سيبناهم في الغرفة بتاعتهم هيلعبوا زي ما هم متعودين وهينعزلوا أكتر. ولكن إحنا بقى الفرصة عندنا إن إحنا نقرب لهم فنلعب معهم، نشاركهم النشاطات اللي ممكن نقترحها مع بعض. وبالتالي ده هيخلي هم هيبعدوا عن الإدمان بتاع التواصل الاجتماعي الإلكتروني، ويبقى في تواصل اجتماعي حقيقي مع بني آدمين بقى وحقيقي بجد يعني. بس يمكن طول الوقت في اختلاف بين الاجيال وبعضها في الدماغ وفي نوعيه الالعاب وفي نوعيه الافلام اللي ممكن نتفرج عليها، وده بيعمل جاب شويه، بيعمل فجوه بين الاجيال المختلفه. ازاي ندوب ده؟ لانه في النهايه انا صعب قوي في 2020 اقول لطفل عنده 7 8 سنين تعال نلعب كوتشينه، ده كان ممكن يكون مقبول من سنين، لكن هو بالنسبه له ده يعني مش متوافق مع عقليته. ازاي اقرب بشكل يخلينا نقرب من بعض شويه في العقليات؟ هو بص، احنا في ايام الاجيال السابقه ايام ما كنا احنا اطفال كنا احنا اللي بنتقرب الى ابائنا وامهاتنا رغبه في ارضائهم، وان احنا ناخد ستار كده ويبقى يتباهوا بينا ويقولوا ولادنا وولادنا والكلام ده. مع الجيل الجديد لو انت ما عملتش انك تقرب المسافه مع اولادك واحفادك اللي هيحصل هم هيسيبوك ويروحوا حته ثانيه خالص. فاحنا مطلوب مننا ان احنا اللي ننزل لمستواهم ونرجع نبقى عيال تاني ونقفز الى مرحله الطفوله مره اخرى. ربما يكون ده مفيد بالنسبه لنا ان احنا نعيش الطفوله مره تانية ونبقى اكثر براءه يعني. فلازم نروح لهم، لان لو ما حملناش كده اللي هيحصل ان هم هينعزلوا وهيقفلوا عن نفسهم مره تانية، ومش هي مش هيبقى في تواصل بيننا وبينهم يعني. طب دي نصائح مهمه جدا للتعامل مع الاطفال اللي في سن الطفوله. طيب اللي في سن المراهقين اللي في بدايات الشباب، يمكن انا شفت من فتره كان فيديو انتشر بقوه شباب او يعني صبي عندهم 12 13 سنه بيحكوا على ان هم ازاي ما استمتعوش بطفولتهم ولا بحياتهم ولا بشبابهم، وكل ما يطلعوا من ثوره يدخلوا في حظر تجول، وبعد كده على ما بداوا هيدخلوا في الحياه يقول لك لا ده في كورونا عارف في البيوت. فواضح ان ده مؤثر جدا على الطبقه دي او الشريحه دي، الشريحه العمريه دي. ازاي الشريحه دي اتعامل معاها بقى بعيد عن الاطفال؟ الشريحه العمريه دي اللي هي بتبقى بيتسم فيها مرحله عمريه اسمها ازمه الهويه. وازمه الهويه دي عباره عن فيها المراهق بيسال عن هو مين وبيعمل ايه ومستقبله ايه وظروفه المحيطه وعلاقته بابوه وامه وشغله بل وربنا، اسئله كتيره جدا ودايما معترض، وهو الاعتراض بتاعه مفيد لان الاعتراض بتاعه اللي بيخليه يغير الواقع ده ويعمل تطور للمستقبل. طبعا هو
الاعتراض بتاعه مصاحب بنوع من التعليم، في حاجة اسمها التعليم النقدي، ان هو يطور، هو ده احسن حاجة في الدنيا. فانا لما بلاقي مراهق بينتقد بقول له كويس، انت حقك تنتقد، طب تحب تعمل ايه؟ يعني علشان نطلع من النقد بتاعه بفكرة للمستقبل، اسمع له اكتر، هو المستقبل بتاعهم، اسمع منه اكتر. بالضبط بالضبط. تمام، شكرا جزيلا دكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، على هذه المشاركة. جرعة نفسية مكثفة في هذه الحلقة من تأثيرات كورونا وإزاي نتعامل معها. إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان انتهت من وضع البرنامج العلاج الموحد الذي سيطبق في كل أقسام الإدمان في كل المستشفيات. البرنامج يحمل اسم تعافي ويشمل علاج المتعافين من الإدمان عن بعد، وعمل جلسات علاج جماعي باستخدام تطبيقات مختلفة عبر الإنترنت. وكالعادة أزمة كورونا بتخلي كل يعني الأمور تتجه نحو الرقمنة أو أنه أعتمد على التكنولوجيا الحديثة، لكن إلى أي مدى ده ممكن يكون مفيد في علاج الإدمان اللي بيحتاج، أو اللي احنا فاهمين أنه وجود الطبيب والتعامل بشكل مباشر معاه بيكون مهم. خلونا نروح للدكتور علاء مرسي استشاري الطب النفسي، برحب بيك يا دكتور. أهلا بيك. زي ما قلنا طبعا أزمة كورونا فرضت واقع جديد من الواقع ده، أنه في تباعد، ما فيش سهولة أنك تروح لمستشفيات أو مراكز علاج الإدمان زي ما كان بيحصل، فبالتالي الوزارة فكرت أنها تتعامل عن بعد، تتعامل العلاج من الإدمان عن بعد. ده زي ما كنا بنقول في المقدمة إنه يمكن العلاج النفسي والعلاج من الإدمان بيكون محتاج إلى حد ما تواصل إنساني، إزاي ممكن أتغلب على ده في ظل إن أنا محتاج الوقت أعمله عبر التطبيقات الحديثة؟ أوكي، التواصل الإنساني من حيث الدكتور أو الطبيب اللي هيوصل أدوية، أنت محتاج إنك أنت تتعامل معاه عن قرب، ولكن ايضا انت ممكن تتعامل معاه عن بعد بطريقه الانترنت. طالما ان احنا في الانترنت مش هنبقى بس شايفين جزء من الشخص، لانه في جزء من العلاج او جزء من وظيفه المعالج النفسي انه يقرا لغه الجسد، يقرا التعبيرات والايماءات الغير لفظيه، فبالتالي هو محتاج يشوف الشخص. لو امكن انه ده يتعمل عن طريق الانترنت فتبقى الصوره واضحه واحنا شايفين الشخص بالكامل كانه قاعد قدامنا، طيب ماشي ينفع. مش هتبقى صعبه قوي، خصوصا في ظل الظروف الحاليه احنا محتاجين ان احنا نعمل حاجه زي دي علشان نحافظ على الصحه العامه. وعشان بالذات انه في الفتره ديت في برامج مستمره للمتعافين، فهتصطدم بانه اجراءات التباعد وان بعض المراكز قافله، فاكيد هيكون افضل حتى لو مش هيكون بنفس كفاءه العلاج وجها لوجه، لكن اكيد الافضل من توقف الموضوع بشكل كامل. تماما. في بس مساله تانية، هو جزء من العلاج هو رغبه المريض او رغبه المدمن في انه يتعافى. اوكي، وجزء من الاشاره على هذه الرغبه انه بينزل وبيروح المركز او بيروح للجلسات. قد يكون ان احنا دلوقتي لما هنعمل جلسات على الانترنت ده هيسهل الموضوع شويه زياده عن اللزوم، فمش هيبقى فيه نوع من الحافز الداخلي اللي الواحد بيتمرن عليه زياده. لكن ايضا في ظل الظروف الحاليه ما باليد حيله، هنعمل اللي في ايدنا علشان ما نبقاش خسرانين كل حاجه. صحيح، فهي وسيله جيده في الظروف الحاليه. عموما كمان يعني في نتائج اخرى للموضوع ده، نتائج جيده بطريقه فان مع العسر يسرى. احنا برضو ورب ضاره النافعه، احنا برضو دلوقتي بنكتشف انه في قطاع كبير جدا من الاشغال والحاجات اللي ممكن تتعمل على الانترنت من غير ما نستهلك بنزين، ومن غير ما نستهلك طرق، ومن غير ما نزحم الشوارع. في قطاع من الناس ممكن يعمل شغله من البيت، وده ممكن يكون اريح واقوم بالنسبه مثلا للامهات اللي بتربي اطفال، فاحسن لها انها تعمل شغلها من البيت. هتقدر تباشر الاطفال او هتقدر تباشر البيت، وكمان هتقدر تعمل شغلها وهي مستريحه. ده غير انه افضل للبيئه وللاقتصاد وللشوارع وللمرور وكل شيء، يعني هو افضل في كل شيء ما دام انت نفس العمل تقدر تعمله من غير ما تنزل من البيت، فليه لا؟ بالظبط
بالظبط. طب دكتور خلينا نرجع تاني لموضوع العلاج النفسي وتحديدا علاج الادمان، لانه احنا كنا بنعاني طول الوقت من في مصر من فكره الوصم، وان المريض النفسي ومريض الادمان بيلاقي حرج انه يعترف بانه مدمن او انه عنده مشكله نفسيه. هل الامور دي اتعدلت شويه في الفتره اللي فاتت وبدات الناس يبقى وعيها اكبر واقبالها على هذا النوع من العلاج اكبر، ولا لسه مش قدر مش بالقدر الكافي؟ الحقيقه من خبرتي الشخصيه الوعي موجود دائما من قديم الزمان. اللي عايز يتعالج ويتعافى بيعترف بان هو عنده مشكله وبيروح يجد الحل. الكلام ده مثلا انا كنت في امريكا، جيت من امريكا حاجه بتاعه 22 سنه. من اول ما جيت في ناس ما بتهتمش بموضوع الوصم خالص. هو واحد فاهم ان عنده مشكله وعايز يوصل لها الحل. اما موضوع الوصم فساعات بيبقى نوع من الحجه، لان في كتير من الناس بتروح للمعالج النفسي او للطبيب النفسي علشان تاخد الاذن انها تفضل عيان وانها تفضل في الحال اللي هي فيه. ازاي؟ كلعبه نفسيه علشان هو يبقى ظاهريا حتى قدام نفسه ظاهريا بيعمل المجهود. أيوه. ظاهريا عايز يخف لكن اهو ما باليد حيله يا اخوانا انا مش قادر. فدي العاب بيلعبها صوت الادمان. خلي بالك ان البني ادم المدمن هو بيكلم نفسه بصوت شبه صوته. وفي مقاومه داخليه كمان جواه، زي ما جزء منه عايز يروح يتعالج في جزء تاني بيقول لا احنا مبسوطين كده واحنا تمام كده، او يلاقي لنفسه اعذار انه ما ياخدش الخطوه اللي بعد كده. الجزء اللي مبسوط كده هو الجزء بتاع صوت الادمان. صوت الادمان بيبقى خادع جدا لانه بيتكلم بصوت شبه صوت الشخص نفسه، وبيكلمه بالمنطق اللي هيقنعه تماما ان هو يفضل مستمر، او انه يبقى عنده ذريعه او سبب او شيء ما يخليه يفضل مستمر. صحيح. فيقول لنفسه ايه، طب اخر مره، طب المره دي بس يعني ايه، اروح اعمل الحكايه دي مره اخيره وبعدين اخلص بقى خلاص. فالمنطق بتاع صوت الادمان هو صعب مقاومته لانه شبه صوت الشخص نفسه. والتأجيل كمان ماشي، احنا هنتعافى بس بلاش النهارده خليها الاسبوع الجاي، بلاش الاسبوع الجاي خليها الاسبوع اللي بعده، نبدا التسويف كمان او هبتدي النظام الغذائي الجديد، او هبتدي الرياضه من اول يوم السبت. ما بيجيش ابدا يوم السبت ده. شكرا جزيلا يا دكتور علاء مرسي استشاري الطب النفسي، شكرا جزيلا على هذه المشاركه. والان الى فقره كورونا وحياتنا. أهلا بكم إلى فقرة كورونا وحياتنا. نجحت أستراليا في احتواء فيروس كورونا، لكن مثل هذه النتيجة الصحية المتفائلة لن تمنع الاقتصاد من التعرض إلى أعمق تراجع اقتصادي منذ الكساد العظيم. قدمت السلطات تحفيزات مالية خففت من آثار كورونا على ميزانيات الأسر والشركات، لكن تراجع التجارة العالمية وانخفاض الطلب على صادرات أستراليا ألحقت ضررا اقتصاديا هو الأكبر منذ 100 عام. تتجه اليابان نحو منع الأختام اليدوية، ودعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى مراجعة عاجلة للممارسات التقليدية في المكاتب مثل ختم الوثائق باليد أو تناقل الأوراق، والتي تعيق الجهود الرامية إلى كبح فيروس كورونا. ويعود استخدام الأختام أو هانكو في الوثائق الرسمية إلى مئات السنين في اليابان، وينتشر هذا الإجراء بين عامة الناس منذ القرن 19. عاشت عشرات المهن على هامش اهتمام المواطنين والسلطات لسنوات طويلة، إلا أن فيروس كورونا سلط عليها أضواء العالم. عمال كانوا مجهولين وأصبحوا في نظر الكثيرين أبطالا، لكن حقوقهم لا تزال مهدورة. كانوا مجهولين بالنسبة للكثيرين، ولكن بعد انتشار فيروس كورونا احتار سكان العالم في طريقة إظهار التقدير للعاملين في بعض هذه المهن. فمن هم هؤلاء؟ عمال التنظيف والتعقيم في رأس القائمة. نجدهم في المرافق والشوارع والمستشفيات معرضين أنفسهم لكل أنواع الأمراض، وطبعا لفيروس كورونا. عددهم في أمريكا يتجاوز 3 ملايين، وفي أوروبا العدد مماثل، في حين يوجد أكثر من 460 ألف عامل نظافة في بريطانيا. أما في الدول العربية فلا توجد إحصائية حديثة
إلا أن أعدادهم بالملايين. المهنة الثانية التي كانت مهمشة هي التمريض. هؤلاء يواجهون القلق اليومي والخوف من العدوى بكورونا، ويبتعدون عن أهلهم وأولادهم، ويبقون ساعات طويلة في العمل. أصحاب المتاجر والعمال فيها لم يتوقفوا عن العمل في ظل كورونا، يحتكون يوميا بعشرات ومئات المواطنين، ويخاطرون باحتمال تلقيهم العدوى. مثلهم مثل ملايين عمال المطابخ والتوصيلات إلى المنازل. أيضا العديد من عمال المصانع وخاصة الخياطين منهم لم يتوقفوا عن عملهم، يصنعون الملابس الواقية والأقنعة لحماية الناس، فيما يعرضون أنفسهم يوميا لخطر الإصابة بكورونا. مهمشو الأمس صاروا أبطالا، إلا أن إنصافهم بالأجر وساعات العمل والحماية الصحية مطلب يحتاج تطبيقه ما يتعدى التصفيق. نهاية هذه الفقرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. الآن نخرج إلى فاصل قصير، نعود بعد ولنستكمل باقي الفقرات بتوقيت مصر، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. قال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن المرصد الإعلامي للصندوق يستمر في رصد ظاهرة مشاهد التدخين وتعاطي المواد المخدرة بالأعمال الدرامية وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسي وعلم الاجتماع، وأنه سيتم إعلان قائمة سوداء للأعمال الدرامية التي سوف تتضمن مشاهد تدخين وتعاطي المخدرات دون التطرق لتداعيات هذه الظاهرة والآثار السلبية المترتبة على الإدمان، وأيضا إعلان الأعمال الدرامية الخالية من مشاهد التدخين والتعاطي. وأضاف عثمان أن الميثاق الذي تم إعداده بمشاركة نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهندسين السينمائيين وكبار كتاب الدراما والمركز الكاثوليكي للسينما يهدف إلى وضع معايير تضمن تناول رشيد من الأعمال الدرامية لمشكلة التدخين وتعاطي المخدرات. حول هذا الموضوع نرحب عبر خدمة سكايب بالمخرجة المصرية الأستاذة شيرين طلعت. أستاذة شيرين أهلا بك. يمكن في سؤال كده أزلي، سؤال من أول ما اخترعوا السينما تقريبا، مين اللي بيفسد مين؟ السينما والتلفزيون والفن عموما، الفن هو اللي بيفسد وبيعرف الناس إزاي يتعاطوا مخدرات وإزاي يشربوا سجاير، ولا هو فقط انعكاس للمجتمع وضروري أنه يقوم بالدور ده؟ هو أنا في الحقيقة مع احترامي لكل وجهات النظر، أنا ضد الفكرة مين بيفسد مين الحقيقة. يعني في النهاية الفن هو مراية للمجتمع في بعض الأعمال، لأن بعض الأعمال هو فقط يعني فكرة المخرج أو فكرة صناع العمل أو إحساسهم، فما فيش حد بيفسد الفن. إحنا بنعبر عن اللي إحنا بنعيشه كصناع أفلام، وبنخبر عن اللي بنحس بيه. فكرة انه حد بيجي السينما بتفسد، لا، ما يعني انا ضد الفكرة حد ذاته. طيب، لكن برضو هل الموضوع مطلق؟ يعني في مسلسلات بتعرض في رمضان فبالتالي او بتدخل كل بيت، فكل الاطفال بيتفرجوا عليها وكل المراهقين بيتفرجوا عليها، فهل انت مع انه يتم الموضوع بكده على اطلاقه، انه كل المسلسلات عادي انها يكون فيها مشاهد تدخين وانه الاسره دورها تقوم بالتوعيه وغيره، ولا لازم يكون في حساب وزي ما قلنا كده مزوره او ميثاق شرف لتستخدم ايه امتى؟ يعني انا ضد كل اشكال الرقابه على الاعمال الابداعيه، عشان بس ابقى واضح، لكن انا مع التصنيف. يعني كل القنوات اللي بتعرض او كل السينمات اللي بتعرض الى اخره الى اخره، تحط تصنيف ده مناسب لسن
7 سنين، ده مناسب لسن 16 سنة، ده مناسب لسن 16 سنة ولكن يحتاج على مشاهد تدخين أو مشاهد مخدرات أو نودتي أو إلى آخره إلى آخره. تصنيف، إنما أنا ضد الست ماشي، بس طب ما هو ده ممكن يتعمل في السينما ويفهم في السينما، لأنه في النهاية أنت بتروح بتاخد تذكرة ورايح أنت عارف تصنيفك إيه فبتدخل بناء على ده، لكن المسلسل بيبقى شغال في البيت، ممكن الأطفال يشغلوه في غياب أسرهم، مش هيعترفوا فكرة التصميم ده قوي يعني، فالأعمال التلفزيونية يمكن مختلفة شوية؟ لا بالعكس، ده الأعمال التلفزيونية أنت عندك أكتر كنترول فيها لأنك موجود في البيت وعندك كنترول. يعني أنا عندي طفلة، لما يبقى المسلسل أو العمل اللي بتفرج عليه رانك 16 سنة، هي بتقول لي لا ماما ده رانك 16 سنة، مش هينفع، هي لأن هي عندها الكونسيبت، ما هي الفكرة في ذهنية التحرك وذهنية المجتمع اللي محتاجة تتطور وتتغير، اللي لازم تبتدي من عندنا. بس برضو يعني انت تحكمي على حاله بنتك، ممكن تكوني موعيه بشكل مختلف وممكن حد تاني يكون موعي بنفس الطريقه، لكن انا هقدر احكم ده على 100 مليون مصري؟ طب وبعدين، طب ما الناس بتختلف مثلا مع نوع الفن اللي بيقدمه حد زي محمد رمضان مثلا، انه بيدخل الموضوع بكثافه ومن غير اي حتى مبرر درامي او غيره، فكره انه في المشهد لازم يبقى كله ماسك تدخين او ماسك سيجاره او بيدخن حشيش او غيره. طيب ما هو ده برضو رسائل بتوصل للمجتمع، ممكن تكون رسائل سلبيه، ان ده عادي يعني، انه يوصل للناس ان انا عادي اكون بتكلم عادي وانا معايا سيجاره حشيش، فده ايه؟ ليه نفترض ان ال 100 مليون مصري هم بالضروره جهله ومحتاجين حد يقول لهم انتوا تتصرفوا ازاي وتاكلوا ازاي وتشربوا ازاي وتتفرجوا ازاي؟ انا شايفه ان ده كل من حق اللي موجود بقاله الاف السنين واللي بيتطور واللي حتى وعيهم بيتطور، واحنا بنفرض الرقابه علشان ادينا صوت. هو للاسف الصوت في الاخر كده مش عارفين نسمعه كويس، بس هي الفكره وصلت انك ضد كل اشكال الرقابه، وانه الاصل ان كل واحد في ايده ريموت كنترول يقدر يتحكم بيه يتفرج على ايه وما يتفرجش على ايه. بشكرك شكرا جزيلا المخرجه المصريه شيرين طلعت، كنت معنا عبر خدمه سكايب. يعني كورونا واضح ان هي تخلينا نعرف نعمل كل حاجه من البيت، زي ما كنا بنتكلم على انه دلوقتي تقدر تتعالج من الادمان من خلال وانت موجود في بيتك، من خلال جلسات اونلاين. برضو دلوقتي ممكن تكتشف مصر وانت قاعد في البيت، ده بالظبط اسم المبادره، اكتشف مصر من بيتك. للمبادره اللي اطلقتها وزاره السياحه والاثار لاتاحه عدد من الزيارات الافتراضيه والجولات الارشاديه لبعض المواقع والمتاحف الاثريه المصريه. تعالوا نشوف جوله افتراضيه داخل متحف الفن الاسلامي في القاهره. دينا، عايز تحكي لي ايه عن المكان الجميل اللي احنا فيه ده؟ احنا في مكان اسمه متحف الفن الاسلامي في القاهرة. المتحف دوت يعتبر اكبر متحف واهم متحف للفن الاسلامي في العالم. 100,000 قطعة 100,000 قطعة، ودي اكبر عدد قطع للفن الاسلامي الموجود في اي حتة واي متحف في العالم. متحف الفن الاسلامي بيعرض معروضات من الفنانين مسلمين او غير مسلمين، وعرب وغير عرب، مع عنوانه جه معبر جدا جدا عن المجموعة المعروضة جواه. انت عارفة كلامك فكرني ليه؟ بالحدوته اللي انا هحكيها لك حالا دلوقتي عن الباب ده. الباب ده بقى يا ستي حكايته حكايه، ده اصلا من عصر محمد علي. خشب فيه اكبر نسبه فضه حصلت في تاريخ الاخشاب او البيبان المطعمه جميل بالفضه. جميل. بصي كده معايا على القفل بتاع الباب، ممضي بالفنان اللي عمل هذا الباب. الفنان ده اسمه يهوذا اصلان. الراجل ده ما لقاش اي يعني قلق ان هو بعد ما يخلص العمل الفني العظيم ده يمضي اسمه، اللي هو لا اسم مسلم ولا اسم عربي، وده اكبر دليل على اللي انت كنت بتقوليه ان الحضاره الاسلاميه استوعبت جميع الاطياف بتاعت الناس. لحد ما تقابل المره الجايه واكتشف مصر من بيتك. في
في ظل أزمة كورونا جاء رمضان هذا العام في ظروف استثنائية في أجواء التباعد الاجتماعي وعادات رمضان الاجتماعية وطقوسه الدينية، وفي ظل إغلاق المساجد افتقد معظم المصريين أداء صلوات التراويح، صلوات الجمعة والجماعات التي كانت من أهم مظاهر الشهر الكريم، وطغت الإجراءات التي اتخذت لمكافحة تفشي الوباء على الطقوس المعتادة في رمضان، بالإضافة إلى تأثيرها أيضا على زيارات صلة الرحم والأصدقاء والجيران وكبار السن. فكيف يمكن أن يجد المصريون بدائل لهذه العادات ويتجاوزوا صعوبة عدم أداء العبادات في المساجد؟ هذا ما نحاول أن نبحث عن إجابة عليه مع الشيخ حسن تليمة الباحث والداعية الإسلامي معنا عبر الأقمار الصناعية. شيخ حسن برحب بيك وكل سنة وانت طيب، رمضان كريم. زي ما قلنا في المقدمة الأمور صعبة، المصريين واخدين رمضان يعني مساجد يعني تراويح يعني زيارات يعني عزومات، ده كله مش موجود وعامل شرخ كده في نفوس المصريين ومستصعبينه جدا. ازاي تنصحهم يعدوا المرحله دي يستمتعوا ب يعني العادات والعبادات اللي بيعملوها في شهر رمضان رغم غلق المساجد ورغم كل الاجراءات اللي اتكلمنا عنها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم استاذ تامر ومشاهديك الكرام، كل عام وانتم بخير. يعني هذه المساله مساله الارتباط الخير والعمل بشكل معين، هذا للأسف سلوك المسلم العاجز في استثمار الأعمال مع الله عز وجل. المسلم تاجر نيات مع الله، وتاجر في كل بمعنى المعنى الحسن للتجارة، مش المعنى السيء الذي يوظفه البعض أن الدين أفين الشعوب معاذ الله يعني. فما فيش في الإسلام ارتباط العمل بمكان معين. يعني سيدنا أبو الدرداء حينما سافر إلى بيت المقدس فأرسل رسالة إلى سلمان الفارسي، وكان أخوه في الإسلام، آخر نبي صلى الله عليه وسلم بينهما قبل يعني حينما أخى بين الأنصار والمهاجرين يعني. فقال أبو الدرداء: يا سلمان هلم إلى الأرض المقدسة، إني أرض مقدسة، فالعمل المقدس والمكان الطاهر خير بقاع الأرض يعني. فرد عليه سلمان الفارسي بفهم المسلم لدينه، فقال: يا أبا الدرداء، إن الأرض لا تقدس أحدا، ولكن العمل الصالح يقدس صاحبه. هو ده سلوك المسلم، أنا مش مرتبط بأرض ولا بمكان ولا بزمان. الزمان أفضليته في أنه رمضان، فكيفية أداء العبادة بأي شكل بأي أمر كان، وإلا الأصل التراويح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في بيته، ولكن اجتمع سيدنا عمر بالصحابة لعلة أنه هو يجمع الناس على الخير، وقال نعمة البدعة. فإذا جاءت جائحة وجاء عذر للإنسان أن يجلس في بيته، هنا الإسلام يأمر بالحفاظ على الصحة، وقلنا من قبل في حلقة هنا صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان. النبي صلى الله عليه وسلم من عظمته أنه أعطى الأجر في أزمنة الوباء، لك الأجر بمن جلس في بيته ليحمي نفسه من الوباء ويحمي الناس من الوباء، سواء لم يمرض أم لم يمرض أم مات منه، له أجر شهادة. حتى اللي ما مرضش ولا مات، ما دام التزم بالحفاظ على صحته وأدى العبادة بالطريقة التي لا تؤذي الناس. فالعمل الاجتماعي في رمضان مش مشترط بأنه يعني لازم الزيارات. الزيارات طبعا لا شك أنها أفضل، أنها تلاقي وتقارب، لكن إذا جاءت هذه الظروف وأصبح أصحاب السن الكبير الزيارات تؤذيها أذى يعني شديدا، أذى شديدا، هنا أصبح الأولى الحفاظ، وهذا يعوض. الناس أصبحت تعرض ذلك بالسكايبي والاتصالات الفيديو والاتصالات الدائمة والتواصل الدائم، كل هذه أمور أصبحت تقرب المسافات والأزمنة بين الناس بعضها بعضا. فهذا لا يمنع أبدا من القيام بهذه الأعباء، بل هي فرصة الآباء الذين قصروا مع أبنائهم وزوجاتهم الجلوس والعمل التعبدي المنزلي، لأن أصلا أصل السنن والعبادات في البيت. قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من بيوتكم مساجد ولا تجعلوها قبورا. ان الاصل المسلم يصلي السنه في بيته، الفرض في المسجد والسنه في البيت، وصلاه التراويح والتهجد سنن. ده يعني ولو على الزيارات وصله الرحم يا شيخ، لانه كان الصدقات اللي بتخرج في اللي بتخرج في رمضان زيارات الكبار في السن، ممكن تزورهم تسيب لهم لوازمهم على الباب وتخبط عليهم ياخدوها، او يعني من غير تلقي مباشر ممكن يعني ما لا يؤخذ كله لا يترك كله، زي ما نقول ممكن تعملها باشكال مختلفه انك تدور فيها. يعني كل انسان يعني مصر على فعل الخير، بل بالعكس ده العبادة في وقت المحن والفتن أجرها مضاعف. يعني أنا النهاردة
باب الصدقات فتح بأكثر مما نتخيل. صحيح. النهاردة أنا ما عنديش بس الكبار في السن، لا عندي اللي قاعدوا من العمل، عندي الناس اللي باليومية، عندي دول، وكل هؤلاء بالمناسبة مش بس الزكاة، الزكاة تجوز عليهم الزكاة وهم يدخلوا في عدة مصرف، الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل اللي في السيول ده اللي كانت قبل الكورونا مباشرة، ده ابن سبيل، ابن سبيل يعني في الشارع بيته تهد وقع عليه. وكذلك الأعمال الخير وكل التطهر من المال، كل هذه الأبواب بالعكس فتحت أكثر، ولذلك أجاز عدد من العلماء أنك تدفع الزكاة مقدما قبل رمضان وفي رمضان نفسه. فبالعكس إحنا ربنا فتح لنا أبوابا من الخير لمن يريد في هذه المحن، تفقد الناس المرضى، توعية الناس بالمرض، كل ده ما هو أجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم في كل يوم صدقة، فريضة يومية على المسلم. وفي حديث على كل سلامة، كل عظمة في جسدك عليها صدقة، كل مصل أخف إذا لم تجد تبسمك في وجه أخيك صدقة. مجرد أن تنشر الابتسامة بين الناس والتفاؤل وعدم إشاعة الأكاذيب وعدم تخويف الناس بغير حقيقتها، كل هذه أبواب من أبواب الأجر والفضل والعمل مفتوحة لمن يريد. إذا لم تستطع كل هذا كف أذاك عن الناس، كف ظلمك عن الناس، فكفك للظلم والشر عن الناس لك بذلك حسن. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. احنا شفنا مبادرات الله يا شيخ، مش عارف يعني بعض الناس شافتها تزايد وبعض الناس شافت ان ليه لا نعمل حاجات شبيهه، انه طب زعلنا صلاه التراويح في التلفزيون واحنا عشان نحس بالاجواء، طيب نصلي في بارك سيارات ويكون في مساحات زي ما حصل في فلسطين او غيره. في محاولات كتير وفي ناس بتطرح حاجات او افكار من هذا النوع كتير، بتشوفها ازاي وبتقراها ازاي؟ والله أنا يعني عشان أكون منصف، أنا أنظر في هذه الدعوات في إطار طبعا العاطفة التي عند الناس، لكن على العاطفة ألا تدفعنا إلى الخطأ. يعني مع عواطف الناس إحنا بنبقى ضدها في حاجة معينة، زي إيه؟ الحج الثاني والعمرات المتكررة، بنقول للناس لا، لا تحج الحج الثاني ولا العمرات، ادفع المال للفقراء، ادفع الناس المساكين. بالعكس، ادفع مال الحج الثاني لشاب مخترع، لعالم في المعمل، هذا أفضل عند الله من أنك تحج الحج الثاني ولا العمرات المتكررة. الصلوات اللي في البراكة أنا بنظر لها من خلال وعي المجتمع بما يفعل. في مجتمعات وعيها الصحي عالي فأنت مطمن للإجراء اللي هيتعمل، وفي مجتمعات أنا آسف بدون والله تزايد على مجتمعاتنا، لا لا أنصح في مجتمعاتنا اللي وعيها تحت الصفر في الوعي الطبي ما أقدرش أفتي في إجازة هذا الأمر حتى على مسافات متباعدة، لأن الناس يعني ما عندهاش الوعي الكافي بالخطورة ولا بالمرض ولا بالوقاية. في مجتمعات لا، وعيها كبير فأنت مطمن الإجراءات والأدوات والأساليب، ده يحكم فيه المجتمع. الوعي المجتمعي جزء من فتوى الفقيه اللي بيختلف من حالة لحالة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتسأل السؤال الواحد من اتنين، واحد يقول له عظني، يقول له قل آمنت بالله ثم استقم، ونفس الشخص يقول له عظني آخر يعني يقول له لا تغضب، ده غضوب علاجه عدم الغضب، ده راجل الكلام ده. الشاب يستفتي في القبلة للصائم، يقول له لا، لأن الشاب القبلة هتجره للي ما بعده. الشيخ المسن يستفتي فيجيز. ما سؤال واحد والاثنين بني ادمين، بس الحالات لكن مختلفة. هنا الوعي المجتمعي والحالة السنية بتحكم الفتوى في هذا الأمر. طيب يعني رمضان في البيت، احنا خلاص موجودين في البيت وصلاة الجماعة بتجوز بأهل البيت، بتجوز بشخص واحد معاك، ايه الحاجات اللي ممكن تعملها؟ وصلاة الجمعة نفسها كمان تجوز باثنين، يعني فيها اراء طبعا مختلفة وارقام كتير اتقالت يعني، وفي رأي زي ما حضرتك بتقول ان هو باثنين بالاضافة للامام، لكن بتكلم في شهر رمضان انا اعمله ازاي، استغله ازاي؟ احنا في رمضانات كتيرة جدا عدت علينا وعملنا فيها كل اللي بنحبه، ايه الحاجات اللي ممكن تتعمل في البيت تكون بتحي، لانه من ضمن برضو السنن انه تحي الصلاة في البيت، يعني انك تخلي للبيوت نصيب من الصلاة. فازاي انا اقيم صلاة باهل بيتي؟ ازاي اعمل دروس او عظات لاهل بيتي في خلال رمضان؟ يعني طبعا هي دي فرصة العمر، يعني احنا طول عمرنا اوقاتنا واعمالنا واشغالنا فرضت علينا، ودي سنة ما ظنش غالبا متكررة في حياتنا، يعني تبقى سنة كده للذكرى، يعني مسألة مختلفة. يعني أنا شايف ما شاء الله الفيسبوك مطلع مواهب الرجالة في الطبيخ وفي الحاجات دي، شكرا قبل رمضان اللي وفاكم في الطبيخ والحاجات دي. رمضان خلاص سيب الطبيخ للستات بقى تقوم بواجبها اللي هو ده، أساعد زي ما أنت عايز، لكن يظل دور أكبر. أنت بقى سعادتك هنا بقيت الإمام،
قراءة من المصحف، اختم بقى بجزء زي ما انت عايز براحتكم، فرصة الأولاد تعيش جو أجواء، مش مجرد ان احنا نقعد الشكل الروتيني نقعد هنقول موعظة. لا، انا ارى المسألة مش محتاجة مواعظة، دي ما محتاجة ان الأب يدي نموذج عملي والأم للأبناء. وهيبدأ كل أب يكتشف سلوكيات في أولاده ما كانش يعرفها، وفي زوجته، والزوجة تكتشف في الزوج أشياء جديدة. هنبدأ نتعارف على بعض ونفهم بعض. السيدة خديجة لما النبي صلى الله عليه وسلم قالها ودثروني دثروني، قالت له كلمة واضحة جدا: والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لا تعين الكل وتحمل الضعيف وتعين على نوائب الدهر. حافظة جوزها، عارفاه لما يزعل ولما يرضى إيه اللي بيعمله. إحنا كتير من النهاردة من الستات والرجالة ربما ينسى مراته كم كوباية كم معلقة سكر على الشاي، مش فاكر يعني. ما النهاردة لا، ده تبقى عارفة مدخله ومخرجه، طبيعته ومزاجه. يعني ما ينطبقش علينا الرجال من الزهرة ونساء من المريخ، إنما يعني أولى النهاردة نبقى من كوكب واحد وهو البيت، ويتعارف الأطراف على بعضها والأبناء والأباء. فرصة جاءت يعني الإنسان العاقل يستفيد من المحنة ليجعلها منحة. صحيح صحيح، مش فرصة مش بتتكرر، ومش هلاقي فرصة في الشغل من البيت والصلاة في البيت وكل شيء في البيت، فبالتالي ممكن أتعرف على أنفسنا نفسنا وعلى أسرنا بشكل مختلف. بشكرك شكرا جزيلا الشيخ حسن طليمة الباحث والداعية الإسلامي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية. انتهت حلقة اليوم من بتوقيت مصر، غدا بإذن الله حلقة جديدة. نترككم بخير ونراكم غدا بخير.